فأنا وأنتم وكل من حولنا ممن نعرفهم أو لا نعرفهم صنف من ثلاثة أصناف من الناس، لا يخرج واحد من أفراد المسلمين عن هذه أو عن واحد من هذه الأصناف الثلاث. فتعالوا بنا أيها الأحبة لنبحث عن أنفسنا وعن أرواحنا وقلوبنا وأفكارنا وحياتنا في زمان تداخلت فيه الأمور وادلهمت فيه الخطوب وأصبح الحليم فيها حيران. كل واحد منا أيها الأحباب لا يخرج عن صنف من هذه الأصناف الثلاث، فلا بد إذن للعاقل أن يسأل نفسه في أي صنف أنا، في أي زاوية أقامني الله سبحانه وتعالى، أين أجد روحي وقلبي ووجداني وأفكاري ومشاعري، أين أنا من هذه الأصناف التي لا بد وأن أكون واحدا منها. أيها الأحبة الأكارم، هذه الحقيقة الدامغة لن ينتبه لها بنو البشر إلا يوم القيامة، إلا أن ربي سبحانه وتعالى قد لطف بنا لطفاً عجيباً، فحكى لنا على لسان رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ما أوحاه إليه قرآناً يتلى إلى يوم القيامة، فيحكي القرآن الكريم مشهداً من مشاهد الآخرة. هذا المشهد أيها الأحبة الأكارم يقسم الناس إلى ثلاثة أصناف لا رابع لها، وكأن القرآن يرسل هذه الرسالة قائلاً: ابحث عن نفسك أين أنت. قال ربي سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ثم قسم هؤلاء الذين أورث ربي الكتاب إلى أقسام ثلاث، مشيراً بذلك إلى المسلمين من أتباع سيد الأولين والآخرين. ونحن بفضل الله تعالى شهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فلا يخرج عن هذه الأصناف الثلاث إلا الكافر الجاحد الذي أنكر الدين والرسالة المحمدية. قال الله سبحانه وتعالى مقسماً لنا لنبحث عن أنفسنا: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. أيها الأحبة الأكارم، كل واحد من هذه الأصناف الثلاث سواء أكان ظالماً لنفسه أو كان مقتصداً أو كان سابقاً بالخيرات، ما دام تحت مظلة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأولئك جميعاً من أهل الجنة بوعد الله. اللهم اكتبنا جميعاً يا رب من أهل الفردوس الأعلى. أمهد بذلك إلى نقطة تعالج أمراً في حياتنا وواقعنا المعاصر، أذكرها بعد أن ترفعوا أصواتكم بالصلاة على الحبيب المصطفى. قال رسول الله حينما تلا هذه الآية على أصحابه عليه الصلاة والسلام: نعم، قسم ظالم لنفسه، وآخر مقتصد، وثالث سابق بالخيرات بإذن الله. قال الحبيب المصطفى: أما السابق بالخيرات فيدخل الجنة بغير حساب. اللهم اكتبنا منهم. هكذا روى أبو الدرداء عن رسولنا عليه الصلاة والسلام، قال: أما السابق بالخيرات فيدخل الجنة بغير حساب.
قال وأما المقتصد، لكن استنى، من هو المقتصد دوت؟ يعني الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، كان طائعا لربه أياما ووقع في المعصية أياما أخرى، قصر في حق الله لحظات ولم يقصر في لحظات أخرى، وكلنا ذلك الرجل، لا يخرج واحد منا يعني عن هذا الصنف أيها السادة. قال أما السابق بالخيرات فيدخل الجنة بغيره، اللهم اكتبنا منهم وأخرجنا من جحيم الدنيا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قولوا آمين يا سادة. أيها الأحبة الأكارم، قال وأما المقتصد فيحاسب حسابا يسيرا. ثم قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو كده ذكر كم قسم من الثلاثة؟ اثنين. الأول السابق بالخيرات من أهل الجنة بغير حساب، والقسم الثاني المقتصد، هذا أنا وأنتم. قال يحاسب حسابا، لكن مصيره إلى ماذا يا سادة؟ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، ولباسهم فيها حرير. الله، قال رسول الله وأما الظالم لنفسه، فاللهم لا تجعلنا منه. وهنا ينبع أيها الأحباب هذه الفكرة الخطيرة التي يجب أن تلمع في أذاننا، مقارنين بين حياتنا في الدنيا وموقفنا يوم الحشر، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بإيه؟ بقلب سليم. أيها السادة، قال رسول الله وأما الظالم لنفسه فأولئك في موقف الحزن والغم والكمد والهم إلى أن يتعطف الله عليهم برحمته ورضوانه. من أين فهمنا هذا بعد كلام رسول الله؟ قال الله تعالى بعد هاتين الآيتين مباشرة من سورة فاطر، قال جنات عدن يدخلونها، الثلاث أصناف هيخش الجنة، أبشروا يا سادة. قال جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. ثم قال الله تعالى مشيرا إلى قسم من الأقسام الثلاث، وهو القسم الإيه؟ الظالم لنفسه. هذا الظالم لنفسه تخصه هذه الآية يا أحبابي، الآية اللي جاي على طول. قال الله تعالى وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا، مش سامع، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب. اللهم اجعلنا من السابقين بالخيرات. أيها الأحباب، لا يذهب الحزن أبداً إلا في الجنة، لا يذهب التعب أبداً إلا في الجنة، لا يذهب الغم والكمد إلا في الجنة. فالذي يطلب الراحة في الدنيا بلا حزن ولا غم ولا كمد فإنه يطلب شيئاً لم يخلقه الله. الله لم يخلق الراحة في الدنيا أيها الأحباب، فإن الحزن والغم والنصب والتعب لا يذهب من الدنيا ولكن يعالج. يذهب أم يعالج؟ لا يذهب أبداً، وإنما يعالج. فإن فتشت الآن في قلوبنا فإنك ستجد كل واحد منا قد ركبه هم ما وحزن ما ونصب معين من نصب الدنيا وتعبها ومشاقها، إذ أننا لسنا من السابقين بالخيرات ولسنا من المقتصدين. فغالب الظن أننا من الذين ظلموا أنفسهم، هذا لن يذهب الحزن إلا فين يا أحبابنا؟ إلا في الجنة. فكيف يعالج حزن الدنيا؟ الحزن لا يذهب على الحقيقة على الجملة، لا يمسهم فيها نصب. نصب يعني إيه؟ أيوة، يعني محدش يقدر ينصب عليهم بفضل الله. لا، مش ده النصب،
النصب ده بتاع الدنيا بتوع الثلاث ورقات. لا مش ده النصب، ده النصب يعني المشقة والتعب. لا تعب في الجنة، اللهم اكتبنا من أهلها. لا هم ولا غم في الجنة، اللهم اكتبنا من أهلها. أما الدنيا فالتعب فيها والنصب فيها والتعب والمشقة فيها. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: فأولئك في موقف الحزن، يعني إلى أن يدخلوا الجنة، فيقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. أما الحزن في الدنيا يا سادة فيعالج، يعالج بماذا؟ يا من أوجع قلبك شيء من أحزان الفانية. ما هي الفانية يا سادة؟ الدنيا اللي احنا عايشينها. يا من أوجع قلبك وعقلك شيئا من أحزانها، اسمع إلى قول الله تعالى حاكيا حال الحبيب المصطفى مع سيدنا الصديق في هجرة بنوا بعدها حضارة للعالمين. لما دخل رسول الله مع سيدنا الصديق الغار وهو في شريف علم حضراتكم، نظر الحبيب المصطفى إلى صاحبه الصديق كما حكى القرآن الكريم، إذ يقول لصاحبه، مش سمعك إيه يعني أبو بكر كان إيه يا أخوانا، لأنه في الدنيا ولا في الجنة؟ قال الله، قال رسول الله: ذهب الحزن عن أبي بكر؟ لا والله لا يذهب. لماذا؟ لأننا ما زلنا في الدنيا. لا تبحث عن ذهابه في الدنيا، وإنما هذا علاجه يا سادة. قال: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا، فإن كنت في المعية فهذا علاج الحزن. فكلما شق عليك أمر من حياتك التي تعيشها فأسرع إلى معية الله، تجد الحزن قد خف أو استقر أو هدأ، لكنه يختفي؟ لا والله لا يختفي. أين يختفي أيها الأحباب؟ فين بيختفي؟ فين؟ في الجنة بس. الحمد لله الذي أذهب عنا الإيه؟ الحزن. قال: لا تحزن، إن الله معنا، فكن في معية الله، أشكو لربك همك، فإن نابك ظلم ظالم فاشكو الله، وإن وقعت في أخذ حق فاشكو، وإن رأيت صعوبة في تربية أولادك فاشكو، وإن وجدت تعبا ونصبا وقلة بركة في مال ورزق فاشكو. لا تحزن، إن الله. يا سادة، هل الله يكذب؟ هل كلام الله تعالى لا يتحقق؟ الله معنا، الله معنا، الله معنا، ولكننا نحن الذين بعدنا عن معيته تعالى. لذلك يقول الشاعر الحكيم، يعني إن أردت أن تعالج الحزن الذي في الدنيا، يقول رحمه الله تعالى: واسمع هذين البيتين بعقلك وقلبك وصل على النبي المصطفى. أيوة، املأ قلبك بالصلاة عليه، عليه الصلاة والسلام. يقول الشاعر الحكيم، يقول إيه الشاعر ده؟ اعطي المعية حقها والزم لها حسن الأدب. هو معك يعني معك. لا تحزن، إن الله معنا، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم، ولا خمسة إلا هو، إلى آخر ما جاء من آيات تدل على أن الله بمعيته عامة وخاصة مع المسلمين جميعا. نعم أيها السادة، فاعطِ المعية حقها والزم لها حسن الأدب، واعلم بأنك عبده في كل حال وهو رب. وما دام هو رب ونحن عباده، فإنه يعالج أحزاننا وهمومنا بالمعية معه سبحانه وتعالى. فاللهم اكتب لنا حسن المعية معك يا ربنا، وانزع الغم والهم والحزن من قلوب المسلمين، واجعل حياتهم أكثر هدوءا واستقرارا واطمئنانا ببركة وعدك يا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سألوا ربكم العافية أستجب لكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر،
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير البشر والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا خلاف عند كل العقلاء أن الله معنا، أن الله معنا، ولكن قد نستشعر معيته أحيانا وقد لا نستشعرها. إذا كنت ماشي مع واحد من أهل المناصب، تجمل وقفتك وتجمل كلامك وربما تجمل ثيابك لأنك في معية واحد من أهل الإيه؟ من أهل المناصب، ماشي معاه، أو أنك ستلتقي مع فلان صاحب المنصب كذا أو مع فلان صاحب كذا، فإنك ساعتها تستشعر معيتك مع هذا الذي له منصب دنيوي، فكيف بالمعية مع الله؟ الهيبة يجب أن تملأ قلوبنا لأننا في معية الله. الكذب يجب أن لا يخرج من أفواهنا لأننا في معية الله. الغش يجب أن لا يحدث في بلادنا لأننا في معيته. التقصير في العبادة وصلاة الجماعة وصلاة الفجر يجب ألا يحدث لأننا في معيته، في معية الله. يجب ألا نحمل هم الغد لأننا في معيته. يجب ألا نسخط على دنيانا فالذي يغيرها بيده هو، لأننا في معيته. لا تحمل هم الرزق فإننا في معيته، في معية الله. ومن كان في معية الحق الذي أمره بين الكاف والنون أيحزن أو يغضب أو يحمل هم الغد أو هم الأرزاق؟ يا سادة لا تحزن، إن الله معنا. اللهم املأ قلوبنا هيبة في معيتك، واجعل ألسنتنا جارية بذكرك والصلاة على نبيك، واجعلنا في معية أمنك وأمانك. اللهم اجعلنا في معية أمنك وأمانك. اللهم اجعل بلادنا وأهلنا في مصر وبلاد المسلمين جميعا في معية أمنك وأمانك. اللهم اجعلنا في معية حفظك ورعايتك. اللهم اجعل بلادنا في معية حفظك ورعايتك، واجعل المجاهدين في غزة في معية قوتك ونصرك. اللهم انصرهم نصرا مؤذرا. اللهم انصرهم على عدوك وعدونا وعدوهم. اللهم رد كيد الأعداء في نحورهم. اللهم قر أعيننا بهزيمة اليهود ومن عاهدهم وعاونهم ونافقهم.